الصراع السياسي بين البرلمان الإيراني والرئيس أحمد نجاد ما زال مستمرا. مجلس الشورى رفض تولي حميس سجادي مرشح الرئيس أحمد نجاد لحقيبة وزارة الرياضة والشباب. حضر 247 نائبا الجلسة الحالية وامتنع 23 عن التصويت، ورفض المرشح 137 عضوا ووافق عليه 78. من جانبه يصر الرئيس على مرشحه وهو بطل سابق في ألعاب الساحة والميدان وتولى عدة مناصب في القطاع الرياضي، معللا ذلك الأمر بأن قطاع الشباب حيوي في الدولة ويجب مساندته. إذا كان أحد يحمل في نفسه أي ضغينة تجاهي فأرجوه أن يتناسى ذلك، فقطاع الشباب والرياضة يعاني من عدة مشاكل، فاسمحوا بتشكيل الوزارة. وحسب الدستور الإيراني على رئيس الجمهورية أن يقوم بترشيح شخص آخر لتولي حقيبة وزارة الرياضة والشباب، وهي وزارة جديدة بدلا عن منظمة التربية البدنية. وفي إطار تضييق الخناق السياسي على أحمد نجاد، نجا وزير خارجيته والمقرب منه علي أكبر صالحي من استجواب في مجلس الشورى. الاستجواب جاء بعدما عين صالحي السبت الماضي محمد شريف مالك زادة في منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية. مالك زادة أحد أقارب رحيم اسفنديار مشائي المستشار الرئيسي لمحمود أحمد نجاد. حيثيات الاعتراض على مالك زادة أنه كان مسؤولا كبيرا في المجلس الأعلى للشؤون الإيرانية في الخارج الذي يدير مشائي. ويتهم المحافظون المتشددون مشائي حاليا بأنه يدير تيارا يعتبرونه منحرفا ويهدف إلى تقويض مؤسسات الجمهورية الإسلامية، ويطالبون أحمد نجاد بإصرار بإقالته لكن بدون التمكن من حمله على ذلك. خالد الكاشف، العربية.